دائما. مشاهدينا، ركائز بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة النيلين ومركز النيلين للخلايا الجذعية أقاموا الخلايا الجذعية في سرطان الأطفال، أقاموا منتدى وهو كان مشرق وبيعطي أمل ودافع جديد بالنسبة للأطفال ومرضى السرطان بصورة عامة، يعني تحت شعار ما عد نمد أيدينا لتقليل معاناة أطفال السرطان. نتابع التقرير ومن ثم نعود لحوار مفصل مع ضيفة داخل الاستوديو. أطفالنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض، ولا أحد يتمنى أن يخلو بيتاً وأسرةً من الأطفال، فهم زينة الدنيا وزخرفها، ويود أحدنا أن لو يفتدي طفله إن أصابه مكروه أو ألم به عارض لا قدر الله. لكن ما من خطر داهم يترصدهم ويفتك بهم أكثر من سرطان الأطفال اللعين. جامعة النيلين التقطت القفازة وأمسكت بزمام المبادرة، حيث أقام مركز النيلين للخلايا الجذعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة ركائز المنتدى الأول تحت عنوان دور الخلايا الجذعية في سرطان الأطفال تحت شعار معا نمد أيدينا لتقليل معاناة أطفال السرطان في السودان. والليلة نحن الحقيقة بنحتفي بالملتقى الأول لدور الخلايا الجذعية في علاج سرطان الأطفال، والحقيقة المنتدى الهدف منه توعية الناس والعلماء والأطباء والعاملين في مجال علاج سرطان الأطفال بالدور المهم جدا اللي حيلعبه وبيلعبه مركز الخلايا الجذعية بجامعة النيلين في علاج سرطان الأطفال. المنتدى الذي شهده عدد مقدر من الأكاديميين والأطباء والمختصين والمهتمين بالعمل الطوعي عامة والعمل الطفولي خاصة، شهد في محوره الرئيس تقديم ورقتين علميتين حول دور الخلايا الجذعية في سرطان الأطفال، أعقبتهما مداخلات الحضور المشارك في أعمال المنتدى. وبمثل ما اتفق الجميع على خطورة مرض السرطان كخطر داهم يترصد أطفال البلاد ويتهدد مستقبلهم المشرق، فإن تكثيف الجهود العلمية والطبية وقيام مؤسسات التعليم العالي والعام بدورها المنوط بها واستشعارها لمسؤولياتها تجاه قضايا الأطفال الكلية، وفي مقدمتها محاربة سرطان الأطفال والحد من انتشاره وبث ثقافة الوعي المجتمعي بشأنه، تأتي أولى أولويات هذه المؤسسات العلمية بمختلف مسمياتها وتخصصاتها رسمية كانت أو شعبية. تقارير تتحدث عن أكثر من 400,000 طفل مصاب بسرطان، وهذا الرقم مقارنة بمعدلات السكان في السودان رقم مرتفع مقارنة كذلك بالإقليم حولنا، وبالتالي لابد من التعاون والتكاتف جميعا كمؤسسات علمية ومؤسسات صحية، أولا في دراسة مسببات هذا السرطان بالنسبة للأطفال، وثانيا في التعاون في توفير العلاج اللازم بالنسبة للمصابين وفي الحد من الانتشار. هذا الأمر لا يتم إلا بالبحث العلمي والبحث العلمي المتعمق. ولا تكتمل حلقة محاربة سرطان الأطفال والحد منه وصولاً إلى مرحلة نأمن على أطفالنا من هذا الخطر المحدق إلا بتبني استراتيجية طبية ومجتمعية واضحة المعالم سهلة التطبيق ذات مردود إيجابي مباشر في التقليل من إصاباته بكل أنواعه، تشترك فيها كل الجهود المعنية المختصة وصاحبة المسؤولية عن هذا الأمر الحيوي المهم. كيف لا، وأطفالنا هم حاضرنا وكل المستقبل الزاهر الأخضر. وفي ذلك فللمنظمات الطوعية العاملة في قطاع الأطفال الطوعي اليد الطولى والدور الأكبر في حشد الطاقات وتنسيق الجهود وقيادة المبادرات
لصنع الوعي المجتمعي وبناء جبهات دفاعية متقدمة متعددة التخصصات والمهام تمنع وصول كل عدو يتهدد أطفالنا حاضرهم ومستقبلهم. عشان كده قررنا إنه نسوق التطوع من ناحية تانية، بدل ما نجيب آليات دعم فقط لا، نغير الوعي والقضية من فوق. طرقنا التعليم وطرقنا الصحة، وطرقنا الصحة هو تغيير النمط الطبيعي اللي بنتعالج به في السودان، والتأخر في مراكز الكشف، والتأخر في وضع الكيماوي وانقطاعه، والتأخر في أوضاع الأطفال وأوضاعهم في المستشفيات، وضعف الكادر الطبي، والمشاكل بتاعت المؤسسات الحكومية اللي بتقول الأطفال. كل الحاجات دي مع بعض قررنا إنه إحنا نفتح منافذ جديدة لتغيير نمط العلاج للسرطان في السودان. وليس من عدو أكبر وأخطر على الأطفال من السرطان اللعين، وليكن شعار المنتدى الأول للخلايا الجذعية ودورها في سرطان الأطفال شعاراً للمرحلة القادمة. معاً نمد أيدينا لتقليل معاناة أطفال السرطان في السودان. حمى الله أطفال بلادي. شكرا زميلنا متوكل برير على التقرير الشافي، وان شاء الله حنفصل اكثر من خلال الحوار الجاي. يعني برزت تقنيه علاج الامراض السرطانيه بالخلايا الجذعيه مشاهدينا في الفتره الاخيره بصوره كبيره جدا، حتى اصبحت مصدر ونفاج امل لكثير من المرضى المصابين بالتحديد الاطفال. للحديث عن هذا الموضوع والكثير تنضم الينا الان داخل الاستوديو بروفيسور هبه بدر الدين خليل، مدير مركز النيله للخلايا الجذعيه وعضو الجمعيه العالمية لأبحاث الخلايا الجذعية في الولايات المتحدة. أهلا وسهلا، مرحبا بك، صباح الخير. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، صباح الخير أسرة صباح الشروق، أهلا ومرحبا بكل المشاهدين. مرحبا بروف. المسمى فضفاض كذا والقلة إنه بيعرفوا أهمية الخلايا الجذعية ودورها في علاج السرطان ونفاج أمل لكثير من الناس المصابين. يعني بداية زي ما الأساليب أنتم بتتخذوها للتوعية، برضو عايزين ننور كل مشاهدي قناة الشروق في كل مكان بالمعرفة الكافية عن الخلايا الجذعية. صباح. الخلايا الجذعية هي خلايا يعني صحية سليمة موجودة في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى خلقها أثناء التكون الجنيني، تكون كإسبير بارت، يعني هي جزئية ناشئة في بيئة معينة داخل العضو. أي عضو بجسم الإنسان يحتوي على جزئية معينة تسمى بالخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية مسؤولة عن ترميم العضو عند الإصابات، عند المرض. لو ما كان عندنا خلايا جذعية موجودة في الأعضاء داخلنا، كانت أي إصابة ما حتمر بالطريقة السليمة. الخلايا الجذعية بضرب دائما مثل بنخاع العظم. نخاع العظم مليء بالخلايا الجذعية وهي المسؤولة عن إنتاج الدم. لو ما كان في خلايا جذعية مسؤولة عن إنتاج الدم، كان الدم ده نشف بالكلمة البسيطة. يبقى الخلايا الجذعية موجودة في كل عضو، مسؤولة عن الترميم، مسؤولة عن إعادة وظائف العضو. طيب الثورة العلمية حصلت شنو؟ لقوا إنه مرات الخلايا الجذعية الموجودة في العضو نفسه ما بتقدر تواجه المرض أو حدة المرض، فتطورت التقانة من داخل جسم الإنسان إلى المختبر. عشان كده عملنا مركز النيلين للخلايا الجذعية. طيب في المختبر إحنا بنعمل شنو؟ بنشيل خلايا جذعية من مكان، بنكتر من عددها في المختبر، بنرجع نحقنها لمكان تاني هي ما كانت قادرة أصلاً تصل له أثناء المرض. وأضرب مثل تاني، خشونة الركبة مثلاً. أنا ممكن أشيل خلايا جذعية من نخاع العظم بتاعك وأحقنها في الركبة وتعالج خشونة الركبة. ممكن أشيل خلايا جذعية من دم الحبل السري حق الجنين أو المولود، ما نقول عليه الجنين، وأجي تاني أحقنها في نخاع العظم للمريض بسرطان الدم ويرجع الدم تاني بصورة سليمة. طيب بروف، أنا آسف للمقاطعة بس عشان نمشي تدريجيا والمشاهد يكون معنا في الصورة. يعني بما إنه تكلمنا عن المركز، نحاول نفصل فيه قبل ما نجي للمحاور الثانية بتخص الخلايا الجذعية ودورها في علاج السرطان. يعني المركز ذا الأول على مستوى السودان والثالث على مستوى القارة الإفريقية، يعني فدي بادرة كويسة ونفاج أمل لكثير من المرضى. فشوية كده عندنا قلة بتاعت معرفة، يعني أو ما في وسائل معينة بتملك الناس أو الجمهور أهمية الخلايا الجذعية. نتكلم عن المركز ذا، الحاجة شنو لإنشاؤه في توقيت ما؟ يعني
صراحة المركز كان عبارة عن نقل للتقانة، احنا بنقول على تكنولوجيا ترانسفير، يعني هي كانت بداية لدراسة دكتورة وفوق الدكتورة خارج السودان. والدراسة دي بعد ما خلصت وأنا جيت على أساس إنه ليه ما ننقل نفس التقانة من خارج السودان إلى داخل السودان، لأنه أنا بفتكر إنه حتيجي أجيال حتلومنا إنه إحنا ما نقلنا التقانة، إحنا ما ابتكرنا ما ابتدعنا، لكن حيلومون إنه إحنا ليه ما إحنا كيف نسافر ونقرأ برا وما نجي ننقل التقانة للمواطن السوداني. فدي كانت أول هدف إنه نحنا ننقل التقانة، يكون في مركز باسم جامعة النيلين باسم السودان يشارك في المؤتمرات العالمية، يشارك باسم السودان. إحنا ما عندنا قلة في العلماء، ما عندنا قلة في الكوادر، بل على العكس، لكن دائماً بيواجهنا التحدي حق نقل التقانة والمحافظة عليها في السودان. فالفكرة حقت المركز بدأت من جامعة النيلين بعدد من العلماء، قعدنا اتفقنا جلبنا منحة لدعم البنية التحتية، الجامعة هيئت المكان وبدينا في أبحاث الخلايا الجذعية. بعد شوية ابتدينا ننتبه لأكثر الأمراض المحتاجة للعلاج بالخلايا الجذعية، وكيف نحن نقدر نعزل خلايا جذعية سليمة من عضو ونجي نحقنه لإنسان هو محتاج لها. وبدينا فعلا في تكوين عدد من البروتوكولات، ودي كانت من أهم الأهداف، إنك أنت تنقل البروتوكولات السليمة من مراكز اشتغلتها وأكدت سلامتها، ودي دائما أنا بقول عملوا على خطين. يعني أنت ما بتنقل أي بروتوكول للخلايا الجذعية سلامتها، يعني نجحت في تطويرها نجحت في تطويرها ونجحت في إرضاء المرضى ونجحت في العلاج. فهو هي صراحة المركز السيم حقه هوب فور إيفري ون، اللي هو أمل للجميع، هو أمل لنا إحنا ككوادر بحثية وعلمية وطبية، هو أمل للمرضى، لأنه الليستة بتاعت الأمراض كثيرة، وفي أمراض استعصى علاجها بالعلاج التقليدي بالدواء البسيط يعني. وبضرب مثل دائما بشلل الشلل عموما بالذات بأسباب الحوادث، بضرب مثل بسكري، سرطان الدم عند الأطفال وعند الكبار. فنحن ليه ما نعمل مركز والمركز ده يعمل وحدة لزراعة النخاع مثلا، يعمل وحدة لمرضى السكري، يعمل وحدة، يعني لسه الأفكار والخطط مستمرة. بروف، احنا قلنا انه يعني كبادرة جديدة في السودان وبتطويرها من العلماء في السودان برضو، وبروتوكولات الخارجية بتعمل على تطويرها برضو، وبتخطوا يعني خطوط حمر تحت المسمى بتطويره وبأساليب العمليات اللي نجحت. إلى أي مدى ممكن يكون الأمل ده واقع هنا في السودان؟ والله ما أنا ما أنا يعني أنا دائما ما بفقد الأمل طبعاً. متفائلة جداً جداً جداً. المركز في ظل ظروف السودان الغير مستقرة يكاد يكون عمره سنتين يعني مستمرات في العمل. الإنجازات اللي قدمها المركز كثيرة جداً، عملنا عيادة بتاعت عظام، وعندنا بروتوكول ثاني للعلاج الخلوي اللي هو لخشونة الركبة، حقنا أكثر من 100 مريض في رضاء تام عن البروتوكول. النتائج كانت طبعاً بدينا أسي في الحروق، والعالم أسي ماشي على إنتاج جلود، يعني كمان التقانة ماشي إنه بدل ما أنا أديك خلايا حديك عضو، يعني ثاني التحدي بتاع الأعضاء وزراعة الأعضاء ده حيختفي. يعني آخر مؤتمر أنا كان حضرته الناس كان بتتنافس إنها هي أنتجت أعضاء، يعني الواحد بيجي داخل في المؤتمر بالكبد بتاعته بالقلب بالجلد. أنا كنت اشتغلت دراستي فوق الدكتوراه في الجامعة الأردنية، خليت في الجامعة الأردنية عملوا الجلد وعملوا القرنية وزرعوا نخاع للأطفال، والثورة العلمية ماشية متطورة بصورة مخيفة، فنحن لازم نواكب التطور ده ولا حنكون في القاع. بما إنه إحنا بدينا المركز أفتكر مفروض الأهداف كلها تكتمل، وكان من أهمها برضو تدريب الناس والتوعية، وده كان الغرض من المنتدى الأول لدور الخلايا الجذعية في سرطان الأطفال. ما هي الخلايا الجذعية؟ هل في خلايا جذعية سليمة صحية؟ وفي خلايا جذعية سرطانية، الناس لازم تعرف الفرق. في خلايا جذعية جنينية دي بياخدوها من الأجنة، ودي احنا عندنا فيها بعض الإشكالات أو التحديات، ما بنشتغلها حاليا في السودان،
وواحدة من الحاجات اللي حبينا نحن نوضحها في المنتدى ان احنا نتعامل مع خلايا جذعية بالغة عشان ما يكون في اي مضاعفات لتكوين سرطان. فالمصادر كثيرة والعلم جميل والعلم متطور والامل فيه ان شاء الله. طيب كمنتدى اول وانتوا وضحتوا فلذات البادن يعني في المقدمة، ليه برايكم يعني المنتدى وانه خصص للاطفال مدى الحاجة له بالنسبة الكبيرة اللي بقينا نشوفها في الفترة الأخيرة وعدم اهتمامنا بأطفالنا وحتى العلاج فيه كله يعني أو ندرة؟ صراحة آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن سرطان الأطفال كان مرعب شوية، يعني عدد الحالات سنوياً 400 ألف حالة طفل يصاب بالسرطان. طيب فكرة المنتدى إنه نحن عاوزين نتحدى واقع البلد، صراحة عاوزين نجد حلول للمعوقات والتحديات، ما عاوزين نكون مكتوفي الأيدي. وشعرنا معاً معاً دي بالمعنى البسيط تكوين فريق عمل، نشتغل بروح الفريق. طيب إحنا مفروض نعمل شنو؟ إحنا مفروض نشخص مريض السرطان بمجرد ما حس بالأعراض، يقابل الطبيب المتخصص، يمشي المختبر المتخصص، يتم التشخيص على مستوى الخلايا الجذعية السرطانية، هل هي موجودة ولا ما موجودة، هل دي أساس السرطان نفسه. يتم التشخيص عن مستوى الجينات والجينات المصابة سببت السرطان. مع الأسف الشديد في جاب في الحتة دي في السودان ما مكتمل، وده كان الهدف من المنتدى إن إحنا نقعد، وكانت من أهم التوصيات تكون لجنة وطنية من كل القطاعات ذات الصلة، نقعد نعمل بروتوكول على أساس نقلل معاناة مريض السرطان وبالذات الطفل. يعني ما عاوزين الوالدين ديل الواحد يمشي هنا يعمل فحص يلقى ده ما في، يمشي هنا ويمشي هنا يقابل الدكتور الفلاني بعد شوية لا يحولوه للدكتور، لا عاوزين نقلل الحاجة دي تماما. عاوزين ندي المريض خيار لنوع من أنواع العلاجات بالخلايا الجذعية موجود في العالم كله ما موجود في السودان. وقلنا ليه الحاجة دي ما موجودة في السودان، وما في مبرر، الموضوع ما مربوط بالإمكانيات التعجيزية أبدا، إمكانيات معروفة ممكن يستدعي عدد كبير من الخبراء، نعمل مستشفى بتاعت سرطان، نعمل وحدة حقت زراعة نخاع. المنتدى برضو أشار للحتة بتاعت دم الحبل السري اللي هو بترمي، كل العالم ابتدى ينتبه إنه عندنا مصدر للخلايا الجذعية غني جداً بخلايا صحية ممكن تنقذ أجيال، إحنا عندنا بترمي. لو بتسمع التبيعة وما التبيعة وشالوها ودفنوها في الجامع ودفنوها في الجامعة ودفنوها وين، ده مصدر بتاع خلايا جذعية، الناس ما عندها التوعية. طيب إحنا مفروض بعد ده نشوف أسهل مصدر ونجيب الخلايا الجذعية من دم الحبل السري وتتعامل بنوك دم حبل سري في مستشفيات الولاده، ونقنع الامهات انه احفظوا بس ده محور الاهتمام انه كيف بالضبط. نقنع الناس ونقنع الامهات أيوة. بانه هو مهم حتى لو مالك انت لاجيال ثانيه، صحيح صحيح لاطفال ثاني. وان شاء الله نحن حريصين انه البروجكت ده يتم باذن الله رغم الصعوبات، وبنتمنى توحيد الجهود نتمنى. لكن ده مربوط يا بروف مربوط بخلفيات تقليدية عندنا إنه لو ما يدفن بيحصل كذا وكذا وكذا، فأساليب التوعية لازم تكون بصورة أكبر للأمهات. يعني صحيح. اللجنة لازم يكون فيها كل الاختصاصين، لازم يكون فيها من الطبيب أخصائي الأورام، استشاري المختبرات، الجينات، دعم نفسي، وده الجانب المهم، دعم تربوي وتعليمي، إنك أنت لازم تفهم أنت حتقدم شنو للمجتمع. طيب وللإنسانية. صحيح بروف. سادة المشاهدين اللي بتابعونا الآن وكل الأسر اللي عندها أمل كبير في التشافي وفي العلاج من مركز النيلين، يعني فنتكلم عن الحاجة دي. يعني بالعادة نحن دائما بنلجأ للسفريات الخارجية بتكاليف كبيرة جدا، آملين للعلاج بالنسبة لأطفالنا، متخوفين بالنسبة للعمليات الممكن تتم في السودان. بدرو كيف برضو مهم إنه نوعي كل الأسر إنه في إمكانية حقيقية لإنشاء عمليات أو لإجراء عمليات في السودان بصورة ناجحة كبيرة من اختصاصين وطنيين. يعني الأسر طبعا، يعني أنت لما أنت أسرة ويجيك تجيك نتيجة حقت سرطان، الأسرة كلها بتنهار، بيبتدوا يفكروا في أسهل وأسرع الطرق للعلاج.
طيب العلاج سرطان الأطفال بزراعة النخاع أو زراعة دم الحبل السري تتراوح ما بين 30,000 دولار لحد 100,000 دولار. في تنافس في المراكز بتستقطب العدد الكبير ده من المرضى وبيعالجوا وبيعملوها نوع من أنواع السياحة الطبية. إحنا محرومين منها جدا في السودان. فتخيل إنك أنت عندك الوحدة بتاعت زراعة النخاع، عندك وحدة متكاملة للجينات هتحدد حدة السرطان، هتحدد يعني احنا بنقول عليها البروجنوزز اللي هو التنبؤ بالسرطان وفقا للتحاليل الموجودة، ونجي نقدم لك خدمة انك انت ممكن تزرع نخاع العظم لطفلك في السودان. ما اعتقد في عظم من كده، هتقلل من معاناته، هتقلل من الضغط المالية، بدل ما يمشي يعملها بره ب 100,000 دولار ليه ما تتعامل هنا بقيمة أقل؟ حنلقى دعم من منظمة الصحة العالمية، حنقلل عليهم معاناة السفر والتذاكر ويمشي القوموسيون و يعني يمشي هناك يفتش له على مكان يسكن فيه ولحد ما ولده يتعالج. ومن تحديات زراعة النخاع دائرة متابعة، فمعظم المرضى الواحد بيمشي هناك 3 شهور لحد ما يتأكد إنه الزراعة نجحت ويضطر يجي راجع السودان وتاني يمشي وتاني. فتخيل إنه يكون عندك فريق متمكن، وحدة متمكنة موجودة في وطنك، تاني فيش أحسن من كده؟ ما أعتقد في حقيقة أحسن من كده يعني. طيب بروف، ده كلام ممتاز. قديماً كان من الصعوبة إنه تجد متبرعين برضو لمعظم أمراض الدم وسرطانات الدم، لكن الآن يعني لكل مرض من أمراض الدم يصاب بالسرطان في متبرعين إذا كان من العائلة من جهات أخرى يعني. فده برضو قدر كيف بيسهل للناس نجاح عمليات وتشافي بصورة كبيرة؟ واحدة كانت من التحديات الكبيرة إنه زمان كانت زراعة نخاع العظم عند الأطفال إلا من عينة من نخاع العظم، فالناس كانت بتخاف، ولازم يكون في نوع من التطابق النسيجي أو اللي بيقول عليه وإحنا التجانس. فأنت لو يعني لو أنت طفل أصبت بالسرطان وما عندك أخو في الأسرة مثلا، حيشوفوا الأب حيشوفوا الأم حيشوفوا الأخو، حيبتدوا يسجلوا إنه نحن محتاجين، عندنا لستة محتاجين متبرع يتطابق ويتجانس مع المريض. دي بتاخد زمن، لكن مع تطور العلم واكتشاف مصادر جديدة للخلايا الجذعية، أنا ذكرت دم الحبل السري، فتخيل إن يكون عندك بنك دم للحبل السري فيه كل أنواع الخلايا الجذعية بكل أنواع التجانس. يعني أنت لما تجي كمريض وعندك بنك، في فترة بسيطة جداً أنت ممكن تلقى العين المناسبة، والبنك بيحفظ الخلايا الجذعية لعشرات السنوات، وتكلفة البنك أبداً ما مكلفة. أنا على قناعة إنه الموضوع ليس مادي، الموضوع ترتيب أولويات، وضع سياسات، عمل فريق موحد، توحيد جهود، وعمل بروتوكولات جادة عشان ينجح المشروع. طيب بروف، يعني بحسب الأخبار اللي رشحت عند الناس إنه إذا كان الجسم ما فيه انتشار كبير للخلايا السرطانية ممكن إنه يشيلوا عينة من الخلايا الجذعية للمريض نفسه، هل دي إمكانية حقيقية برضو؟ ممكن نقول صحيح ولا؟ صحيح، في بعض أنواع سرطان الأطفال وفي بعض أنواع سرطان الدم، يعني أنت ممكن، ما هذا كلامي قبل أنا قلته إنه في خلايا جذعية سرطانية. الخلايا الجذعية السرطانية لو ما كانت في الخلية الجذعية الأم ما بكون في مشكلة، لأنك أنت ممكن تطلع تفلتر الخلايا السرطانية وتطلع منها خلايا جذعية سليمة وترجع ترجعها تاني للمريض. التقنية صراحة هي موجودة لكن واجهت تحديات، لكن طول ما في حلول أخرى وأسهل ما ندخل المريض في ريسك بتاع انتكاس. يعني وجود الجين السرطاني أنت لازم تتأكد إنه الخلية اللي حتشيلها منه وحترجع له تاني ما فيها جين سرطاني. طيب. ودي دائرة تقنية طبعاً متطورة جداً وهي ممكن تتعامل، هي ما صعبة، لكن أنا اللي ألجأ لحل زي ده وأنا عندي مصادر غنية متناولة في يدي وغنية مثلاً زي الحبل السوداني. بروف، يعني مرات في أجسام عديدة ما بتتحمل العلاج حتى بالكيماوي، فهل ده بالضرورة إنه برضو مرات في أجسام ما بتتحمل العلاج بالخلايا الجذعية؟ إذا عملنا مقارنة ما بين الكيماوي والخلايا الجذعية بالذات، مثلا لو داين نعمل خلايا جذعية بتبدأ العملية الأولى بجرعات من الكيماوي يعني. صحيح، الكيماوي عنده نوع من أنواع السمية،
عشان كده دائما مريض السرطان بنتابع وظائف الكلى وظائف الكبد اثناء ما بياخذ جرعات الكيماوي. الكيماوي ذاته انواع، السمية دي مرات بتكون سبب في الوفاة بالمناسبة قبل المرض نفسه. الناس رجعت ليه لزراعة النخاع؟ إنه بدل ما نحن نعرض الطفل ده لجرعات متعددة من الكيماوي، إحنا ندي جرعة واحدة مكثفة تقتل الخلايا السرطانية كمثال في النخاع، وطوالي نحقنه بخلايا جذعية سليمة ترجع تجدد إنتاج الدم. دي الفكرة البسيطة جداً، حتقلل على الطفل المعاناة، الأمل في الأطفال وفي شفاء الأطفال، ونسبة الشفاء بنسب عالية جدا في الدول المتطورة، تكاد تكون وصلت 90%. في الدول النامية واللي عندها مشكلة في الاقتصاد بتاعها نسبة الشفاء لا تتراوح 30%. والأمر ده مربوط بشنو؟ مربوط بالكشف المبكر. صحيح. والذهاب المبكر صحيح للمريض. يعني صحيح. مربوط بالكشف المبكر، مربوط بالكشف السليم. مرات الكشف الخاطئ بياخد زمن من المريض. مربوط بالتدخل السريع قبل انتشار المرض على مستوى كل الأعضاء. مربوط بالجينات الحقيقية للمرض والدواء الصحيح اللي بيكون مستهدف تلك الجينات. يعني ما أي دواء أنا بديه لأي مريض من الأول وبقول أنتظر أشوف التحسن كيف، لا، ده كله خصماً على زمن المريض وبيساعد المرض إنه هو ينتشر. طيب، في مشكلة كبيرة يا بروف في الفترة الأخيرة، بنشوف في تقارير وفي أخبار بترشح في الميديا بسبب الحالة الاقتصادية اللي إحنا بنعيشها الآن، في أزمات مالية، تأخر جرعات الأطفال، بعدم توفير أماكن مخصصة بالنسبة للأطفال للطاقة الاستيعابية الكبيرة للإصابات الفترة الأخيرة. برضو ده يعني دور ممكن يكون مشترك، يعني ما عند اللي ذكرتيها قبل دي ممكن الدولة تعيليها الآن لأنه النسبة بقت كبيرة. يعني والله يعني من ناحية التوعية ومن ناحية الدعم الدولة دايرة تتحرك، يعني جاتنا اتصالات والناس حريصين على الحاجة دي، من يعني واضح من حضور المنتدى الناس فعلا دايرة حلول ملموسة، دايرة تدعم الشعب السوداني، دايرة تدعم أطفال السرطان. أنا زي ما قلت يعني إحنا لازم نفكر بطريقة شوية جديدة. أنا ما ممكن أجيب كل مرضى السرطان في مستشفى واحدة، اللود عليه عالي جداً. يعني هسه حالياً عندنا مستشفى الزرة وعندنا مستشفى الجزيرة وباقي المستشفيات خاصة. الكلام ده بمناسبة للمستشفيات الحكومية، أنا بتكلم عن إنه الفكرة دي في مستشفى حكومي تدعم الدولة سهلة جداً إنها تدعمه. وعندنا دائماً يعني واحدة من الحلول اللي قدمناها في المنتدى، في حلول إسعافية حالياً وفي حلول مستقبلية، أنت بتمشي parallel مع بعض. عاوزين مبنى يخصص لسرطان الأطفال، يعني دي ما حاجة صعبة على الدولة. الدولة ممكن يكون عندها مباني كثيرة ما مستغلة، تقدم المبنى للمشروع دي. عاوزين فريق يتدرب وفريق يجينا مدرب عشان نقعد ونرتب ونحدد البروتوكولات. عاوزين نخاطب منظمات الصحة العالمية إنها على الأقل تجيب لنا الكيماوي وتدعم بنك الدم بالتكلفة البسيطة، ودي ما حاجات صعبة، ده شغل بتاع بروتوكولز وديليجيشن ووضع سياسات واتخاذ قرار. وبروف الموضوع برضه كبير، محتاج مني انه نلتقيك مساحات اوسع عشان نقدر نفصل في كل جمله انت ذكرتيها، لانه يعني معنى صراحة شفاف، والمشاهد الكريم حاب انه يتعرف على حاجات كثيره. لكن بين ذكرت العمليه في البدايه ومدى نجاحها او كذا، يعني لو تكلمنا انه العمليه زراعه الخلايا الجذعيه بكل المسميات اللي انت ذكرتيها ناجحه بنسبه كبيره جدا، ذكرتي نسب معينه، يعني ما صعبه ما معقده لكل الناس اللي بتتابعنا الان عشان برضه تلجا لها؟ ابدا ابدا. انا حضرب عدد من الامثله، يعني زراعه النخاع دايره بروتوكول معين بمحافظه معينه، يعني اثناء الزراعه لازم المريض يكون في اللي احنا بنقول عليها كبسوله عشان ما يتعرض لعدوى، لانه ممكن تقتله العدوى، فهمتني؟ المحافظه المينتننس انك انت تحافظ على بروتوكولك بصوره بروبر عشان العمليه تنجح. داير التيم يكون واقف مع المريض، داير علاج تلطيفي، داير علاج داعم. هضرب مثل ثاني، خشونه الركبه. يعني انا من الاردن من 2000 و
يعني 12 كلام ده له تقريبا 10 سنوات حققنا عدد كثير من المرضى كلها ناجحه ما في مضاعفات ما في مشاكل قللنا من المعاناه قللنا من مضاعفات العمليات الجراحيه وبالعكس كانوا كمان اطباء العظام مبسوطين جدا وداعمين الخطوه لانه في بتمر عليهم كميه من الحالات ما عارفين يعملوا لها شنو لا يتحملوا العمليه حضرب مثل على مستوى العلاج التجديدي التجميلي شايفين المذيعين ديل والمذيعات والممثلين والممثلات كلهم صغار في السن ابتدوا ياخذوا خلايا جذعيه حتى على مستوى البشره لانه عمرك البيولوجي مختلف تماما عن الشكل الظاهري انت مرهق في ستريس في كواليتي في يعني نمط حياه متغيرات ما ما يعني ما ساعدك ابتدوا ياخذوا خلايا جذعيه على مستوى التجميلي ما في مضاعفات حتى على مستوى زراعه الشعر وغيره على مستوى يعني. زراعه الشعر يبقى الموضوع ده كله مربوط نجي للسكري نجي للشلل حالات كثيره اثبتت نجاحها لكن انا دائما بقول الموضوع ده مربوط بالبروتوكول السليم الامن بوجود خبراء متمكنين وما بكون في اي مضاعفات ان شاء الله طيب انا وعدت وان شاء الله يكون الوعد خير يعني لكل المشاهدين في نهايه حوارنا معك بروف لو تكلمنا عن المركز محتاجين لشنو في التوقيت ده بالذات يعني عشان نجي على الحلم ده واقع لكل اطفالنا حتى على مستوى الدعم صحيح صحيح يعني محتاجين طبعا دعم معنوي كثير الدعم المعنوي ده بيجي من خلال مشاركه الناس في المشاريع العلاجيه والبحثيه وال يعني التشخيصيه محتاجين لخبرات الناس احنا فاتحين بابنا لاي مؤسسه فاتحين بابنا لاي قطاع محتاجين دعم مادي طبعا محتاجين دعم للموقع محتاجين دعم لبناء وحده متطوره لزراعه النخاع فده كله بيجي ان شاء الله باذن الله يا بروف ان شاء الله باذن الله نلتقي في مساحات اخرى ونفصل لكل المشاهدين اللي تابعونا على عجاله يعني عشان برضه يكون ده نفاج امل لكثير من الاطفال اللي اصيبوا واللي عانوا في فترات علاجهم المختلفه شكرا جزيلا بروفيسور هبه بدر الدين خليل مدير مركز النيلين للخلايا الجذعيه وعضو الجمعيه العالميه لابحاث الخلايا الجذعيه في امريكا كثر خيرك شكرا جزيلا شكرا شرفتينا صباحا شكرا البرنامج شكرا لك وشكرا على خلفيتك المتعلمه ما شاء الله يعني شكرا على الحوار الجميل وشكرا لكل الواقفين على البرنامج وشكرا لدعمكم حضوركم للمنتدى ودعمكم الان وشرفونا في المركز كتر خيرك ان شاء الله شكرا جزيلا الله يسلمك